هو ذكرتين، ذكر تاع التأسيس وذكر الاندلاع على الكفاح المسلح. تمر علينا 50 سنة من المعاناة، تمر علينا 50 سنة من العطاء والتضحيات الحمد لله، ونحن اليوم نحتفل بهذه الذكرى. الحمد لله 50 سنة من العطاء و50 سنة من الصمود، ونتمنى للجميع اللي يدعمنا واللي ساندنا على ان شاء الله جزاه الله خير ويواصل، ولا نحش حد دعمنا ولا حد ساندنا. رانا شاكرين النهار جاتنا اليوم في الذكرى العظيمه اللي طالبين مولانا على ذكرتنا التاليه ويعملها ذكرة الانتصار والفرح. ورانا قايلين للمغرب عنا اليوم راه خالق الشعب موجود ومتين وعتين وتراعي فيه. ورانا شاكرين الجيش الشعب الصحراوي اللي جا اليوم في ذا النهار، وذو المناضلات اللي مخليين حالهم كاملين نعتوا للمغرب على راي خالق دولة عظيمة امتينة حامدين الله عليها. أنه يرش قايدهم وصامدين وزدوا الصمود عليهم وزدوا التحية للجيش والإعلانات يرفعوا أيديهم ونقول لهم أن لا نعيش على أرضنا، انتهينا على أرضنا ما لنا مولين عنها ولا كل شبر واحد. هذا الشيب اللي ضحام نجنا خسر نقوم معاهم. نحن هنا نبين لنا مدى صمود الشعب الصحراوي، مدى مقاومته وتحديات العدو القاشم. نبين للعالم عن الدولة الصحراوية حقيقة لا رجعة فيها. هذا دليل على مدى حقية حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره والاستقلال ومقاومته للاستعمار. إن شاء الله إلى ليل الاستقلال وقيام الدولة الصحراوية ورفع الراية الصحراوية على العيون إن شاء الله عاصمة الدولة الصحراوية.